وللحديث أكثر عن كل هذه التطورات في الأسواق العالمية تنضم إلينا سيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إيكويتي جروب. أهلا بك لينا. نتحدث عن الضغوط التي شهدناها في الجلسة على أسعار النفط اليوم، ولكن ربما خام برنت يستعيد مستويات ما فوق $40 ويقلص نوعا ما من الخسائر التي شهدها في جلسة يوم أمس والتي تجاوزت مستويات 7%. إلى متى سنشهد هذا عدم الاستقرار بالنسبة لأسعار النفط، وهل سنشهد موجة أخرى من التراجعات ربما في الأيام القليلة القادمة؟ مرحبا بك نهى ورندا وكل متابعي سي ام بي سي. بالتالي بالفعل اسعار النفط عم تتراجع، لكن الارتفاعات الطفيفه عم نشوفها على برنت. $40 هو حاجز نفسي يعتبر للمتداولين، بالتالي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحده الامريكيه اللي جاء يعني ربما اعلى من توقعات المحللين اثر وضغط على اسواق النفط بشكل كبير. المشكله الاساسيه تكمن في الطلب والمخاوف من حدوث أزمة موجة ثانية من فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات سواء في عدة ولايات أمريكية وأيضا في عدة دول أخرى مثل برازيل، أمريكا اللاتينية، الهند وغيرها من الدول الأخرى، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى الآن في العالم 9.5 مليون إصابة. بالتالي كلها سوف المخاوف أو القلق أن تتسبب هذه الموجة الثانية من فيروس كورونا إلى إغلاقات اقتصادية تضطر الدول أن تعيد إغلاقاتها، وبالتالي سوف يؤثر على الطلب، وربما لو حصل ذلك سوف نشهد تراجعات وضغط كبير سيكون على أسعار النفط. لو لم يحصل فسوف نتجه إلى الارتفاعات، وخاصة مع حديثنا مع تخفيض منظمة أوبك الذي تكررت ب 9.5 مليون، وأيضا الحديث عن تراجع الإنتاج الأمريكي. لو بالفعل شهدنا ارتفاعات لأسعار النفط نتحدث عن ربما $50، فبالتالي لكن هناك مخاوف بأن هذه الأسعار سوف تشجع على شركات النفط الصخري أن تقوم بزيادة إنتاجها، فتكمن هذه المخاوف. لكن المخاوف الآن حول الموجة الثانية من فيروس كورونا، ويعني أسعار $40 تسجل بالفعل حاجز نفسي للمتداولين. نعم. الآن التركيز على الطلب. نعم. طيب نعم. لينا، كما ترين موضوع الذهب وحاليا الملاذات الآمنة، كيف ترين التحرك للذهب؟ يعني يقال بأنه قد يتعرض لبعض الضغوط ومن ثم سيمهد لعملية ارتفاع جديدة. نعم، بالفعل الذهب يبقى برأيي الملاذ الآمن، وأتوقع أن نصل إلى مستويات $1800 وربما أكثر من ذلك $1850. بالتالي هذه الانخفاضات عم نشاهدها هي فقط تقلص في حيازة الذهب لتغطية العوائد المرتفعة. يعني نحن عم نتحدث عن أسواق الأسهم عم تتراجع، فبالتالي في تقليص لحيازة الذهب، هذا السبب الوحيد. لكن الأسباب الأخرى هي أسباب داعمة للذهب بالفترة القادمة، خاصة مع ارتفاع عدد الإصابات في كما تحدثنا عن موجة ثانية من فيروس كورونا، التحفيزات التي تقوم بها البنوك المركزية والحكومات، كلها أسباب تدعم أسعار الذهب مع بقاء أسعار الفائدة المتدنية. يعني ربما سوف يعني نشاهد المزيد من الارتفاعات، والارتفاعات ما زالت نقول صاعدة للذهب. لو يعني ربما نتحدث عن مستويات، لو تم الاختبار 1750 ربما نختبرها، وإذا حصل عكس يعني ذلك وسبب انخفاضات أكبر وحصول مخاوف أكبر، يعني ربما تعافي يعني العكس، يعني فسنشهد ربما مزيد من الانخفاض ونصل لمستويات 1720، ولكن هذا مستبعد لأننا نحن نتوقع الآن الأسوأ، خاصة مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يكون هناك توقعات بانكماش الاقتصاد العالمي ب4.5%، كانت توقعات ب3%، توقعات صندوق النقد الدولي أسوأ نقود منذ الكساد. صحيح، فتعمقت هذه التوقعات وكلها. نعم. هذه أسباب داعمة للذهب في الفترة القادمة. نعم، وأشكرك لينا قنوع وأنت محللة أسواق المالية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.